السلام عليكم الدراري. في هذه الليله الصادمه ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، الماتش صراحه كان من اغرب مباريات ديال الشامبيونز ليغ هذا العام. هذا علاش وكيفاش وشكون هو اكثر واحد ضرر من بعد الخساره دي؟ ماشي اللاعبين لكن واحد الشخص نهضر لكم عليه، وايضا كيفاش ان الثلاثي الهجومي كنا معول عليهم يفوزوا هذا الماتش هذا صيدونا بسبب التخاذل ديالهم بالخصوص ليو ميسي ونيمار. نبداو التفاصيل. اول حاجه، ريال مدريد لعبت بخطه 4-3-3 في غياب كازيميرو ولعب انشيلوتي فالفيردي كوسط ميدان ثلاثي هجومي اسينسيو بنزيما وفينيسيوس. نفس الشيء باريس سان جيرمان 4-3-3 مع رجوع حكيمي بعد ما غاب مباراه داعي الاصابه، وفي الحراسه دوناروما وخلى نافاس عنده تجربه، وسط الميدان فيراتي دانيلو بيرا وبارديس اللي كان عنده اخطاء كثيره خصوصا اللاعب دانيلو وبارديس في الشوط الثاني. ثلاثي هجومي اللي ما عليهم بزاف واللي عليهم العديد من الكلام، كياخذوا اموال بدون فائده على مستوى الفعاليه واللقب اللي كينتظروا جمهور باريس، بحيث لعب نيمار مبابي وميسي. تقريبا في الشوط الاول كانوا باريس قدموا احسن اشواط بحيث انه حكموا الماتش وحكموا وسط الميدان وكعرفوا يديروا التحولات السريعه. حكيمي كان قاطع فينيسيوس وكان صعب المأموريه، وايضا لعب وسط الميدان كانوا مسيطرين على مستوى وسط الميدان. نيمار وميسي ومبابي كان بيناتهم تفاهم كبير، وهذا الشيء اللي خلاهم يسجلوا الهدف، وايضا ضيعوا فرص كثيره في الشوط الاول مع تالق كورتوا. لكن الصدمه الكبيره هي الشوط الثاني، كيفاش ان الامور كامله انقلبت بعد الخطا ديال الحارس دوناروما اللي خرجهم من المباراه. من بعد ذلك قلبوا الطاوله والصدمه ديال جمهور باريس، واكثر واحد ضر هو ناصر خليفي اللي جاب لاعبين راموس خلصوا السنه باثمنه خياليه ومصاب، ميسي تو معول ليه ما دار والو، تخاذل في مباراه برنابيو الايامات كان كيتالق مع البارسا، نيمار فقط استعراض، مبابي دار لي عليه وتقاتل وطاق عليه في جهده، لكن الواحده لا تصفق بحيث انه شوط ثاني في نورمال مو كان محافظ النتيجه ويعرفوا يسدوا الفراغات، لكن داروا العكس بقوا لاعبين بحريه وبالتالي خلاو لو تحولات سريعه ديال مدريد في الشوط الثاني تقلب الامور بعد